مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رح أحكي عن فائدة بعض الزيوت أو الزيوت اللي هي ممكن نستخدمها لإطالة الرموش. بالقناة الأولى حكيت عن بعض الأطراد اللي بنستخدمها لإطالة الرموش. هون بهيدي القناة اللي هي بتعتمد على الشيء الطبيعي، تمام، حكيت عن أو رح أحكي أو عم بحكي عن بعض الوصفات الطبيعية لإطالة الرموش. ممكن نجيب قشر الليمون، قشر الليمون الحامض، نجففه لمدة أسبوع، نطحنه وليصير بودر، ونخلطه مع زيت الزيتون وزيت الخروع. طبعا نتركه الخليط أسبوع، بعدين نستخدمه باستخدام المسكرة أو الفرشاة اللي هي اللي حكيت عنها. دايما بقول بدي أحط رابط الفيديو بصندوق الوصف عن لأدمج القناتين. مثل هذه الأنواع الفرشاة الأنواع الفراشي اللي تستخدم أو بتجي مع بعض القطرات، تمام. من الوصفات، تمام، من المواصفات اللي ممكن تكون، ممكن تجيب زيت الخروع، كاستر اويل، زيت الخروع طبعا له براندات كتيرة. ممكن نجيب زيت الخروع وهاد زيت الارغان، طبعا نخلطهم مع بعض. هلأ في وصفة رح أقدمها أنا بعد شوي، مكونة مثلا زيت الخروع، زيت اللوز، وزيت الأرغان، ونص ملعقة من فيتامين اي. طبعا من الزيوت اللي كتير مفيدة هي زيت الكاستر اويل، زيت الخروع. ممكن تستخدمه مثل ما قلنا. هلا انا حطيت بالفيديو الاول، حطيت استخدمت قطرة من اسمها ترافاتان او لوميغان، شوفوا الفيديو بالقناة الأولى. طبعا بالنسبة لزيت الخروع، زيت الخروع له تأثير على زيادة عدد الشعر، الأشعار، الشعيرات، زيادة عدد الشعرات بالرموش، ولكن وزيادة سخانة الرمش وبيصير لونه أغمق. ولكن مشكلته أنه لما بتتركه، تمام، ممكن يرجع تاني مرة. ممكن نستخدم كمان الزيت اللوز الحلو، تمام، وممكن نستخدم، يقال انه اللبن الرائب يعني السائل هو اللي بيكون بي بروتين، ممكن يساعد. من الاشياء اللي بتساعد هو فيتامين اي. فيتامين اي هلا الموجود منه هاد فيتامين اي عيار 70,000 انترناشونال يونت، وفي موجود هذا الشكل، بس اكيد يفضل للجسم اكثر. فيتامين اي يفضل للجسم، لا يفضل للرموش، هيك بالنسبه الي. وفي منه هذا اللي هو زيت جنين القمح، ويت جيرم اويل. انا بفضل استخدم هاد، بفضل استخدم هاد. طبعا كان من قبل اكثر كثافه، لزج اكثر. هلا هذا الجاي المنتج شوي كثافته قليلة، تمام. ممكن نحط مثل ما حكينا نص ملعقة من زيت الأرغان مع ملعقة كاملة من زيت الكاستر أويل ونص ملعقة من فيتامين إي، ونضيف عليهم زيت الزيتون، ونستخدم نستخدم فرشاة أو ماسكارا اللي عندك أو اللي عندك، ويمرر على مو بس جذر الرمش، كمان الرمش. ناس بتقلك الجذر الرمش فقط، ناس بتقلك الرمش كله، لا، الاثنين، جذر الرمش والرمش كله. حتى انه لازم نعرف شغله، حتى الشعر لما بيطول بيقولوا لك قصه مش مشان يتجدد، لانه مع كتر استخدام مثلا صبغات، العوامل الخارجية، الشامبوهات، المي، الأتربة، الغبار، التلوث الكتير، فالشعرة بتبهت. لما بتقصها انت بتطلع شعرة متجددة مثل التياب اللي بتغسلها كتير. هون نفس الشيء، الرمش مو انه بيطول اذا طبقت عليه الزيت، لا، ولكن بيعطيه حيوية. الشعرة هي نسيج ميت،
هي مادة مؤلفة من الكيراتين. الكيراتين هو نوع بروتين مع موصول مع بعضه بالكبريت، لهيك لما بتحرقه بتشوفه بتشمه هذه الريحة البشعة. ممكن مثل ما قلنا يدخل معهم الفازلين الطبي، تمام، الفازلين الطبي، وممكن كمان نفس الوصفة نستخدم زيت زيتون وزيت خروع وزيت اللوز، وبدل زيت الأرغان نستخدم الفازلين. إذا أهم الزيوت اللي بتساعد على تطويل الرموش هي زيت اللوز، وممكن يكون زيت الخروع. زيت الخروع له كتير فوائد بالنسبة للرموش، ولكن بالنسبة إلي أنا بشوف أنه لما بتتركه بعد فترة أو لما بتتركيه تطبيقه رح يرجع تاني مرة. طبعا الجلد الحول منطقة العينين حساس جدا، تطبيق هذه المواد الكيماوية اللي بكنا بالأطرات اللي عم بحكي عنها أنا بالقناة الأولى، أنا اضطريت استخدم طريقة نغسل بهذه القطرة، تابعوا الفيديو لتشوفوا. نغسل بهذه القطرة، سوري هاي، نغسل بهاي، وتحت العينين حطيت هذه القطرة مشان ما يصير سواد بمنطقة تحت العينين، واستخدمت إحدى هذين القطرتين، هاي أو هاي. طبعا هون المنتج الخروع، زيت الخروع طبيعي بيحتوي على فيتامين اي، معادن، بروتينز، وله خصائص مضادة للجراثيم. بصرف النظر عن ان هذا الزيت غني بالدهون الثلاثية ترايغليسيريد، وهي البديل عن الاحماض الدهنية. طبعا هيدي ممكن تساعده يكون عامل شفاء، وهو احد اسباب تعزيز زيادة طول الرموش. طبعا أفضل وقت لتطبيق هذه الخلطة أكيد يفضل مساء. طبعا أكيد لازم يكون على خط رموش على الجزر، وأكيد أنا بنصح كمان على الشعرة نفسها. ممكن تستخدمي ماسكارا، وممكن تستخدمي هذه الفرشاة اللي موجودة بقطرة لاتيس اللي حكيت عنها بالقناة الأولى. بيحذروا عادة بالمجمل انه ما يتلامس مع العينين، ممكن يعمل بعض الاحمرار. طبعا اكيد لازم تكوني ازلتي اي مكياج عن وجهك، عن ازلتي الماسكارا عن الوجه. ممكن حط كمية من زيت الخروع او حسب نوعهم قبل وينتركوا للنوم، بينتركوا خلال فترة النوم. عادة بالمجمل قلنا أي شيء لا يمتص بده مينيموم 8 ساعات حتى يتم امتصاصه. تكرر هذه الطريقة حتى نشوف نتيجة. من الوصفات الثانية اللي ممكن تكون، ممكن نحط زيت الخروع مع زيت بذور العنب وزيت اللوز. طبعا ممكن نستخدم زيت الخروع وبياض البيض، ممكن الجمع بين خليط من الجليسيرين، كمان موجود عندي هذا الجليسيرين راح احكي عنه بكذا وصفة هون. طبعا الجليسيرين وبياض البيض، حوالي قطرتين من زيت الخروع، تطبيق هذا المزيج بحذر على الرموش وتجنب دخوله في العينين. بعد 10 دقائق يمكن شطف او هذا الخليط، وتكرر التجربة حتى نلحظ نتائج. طبعا مثل ما حكينا لازم تكون ضامنين ما عندنا مشاكل. هذه ما بيغني عن الوصفات إذا الشخص عنده التهاب أجفان تحسسي، إذا عنده رمد ربيعي، إذا عنده تراخوما أو ما شابه ذلك. هي يعني في أسباب فيروسية، في أسباب تحسسية، في أسباب جرثومية لممكن تعمل لي تساقط الشعر، تساقط شعر الرموش. قلنا عن هذه الوصفة، ممكن إضافة زيت الخروع مع زيت الزيتون، ولكن انتبهوا زيت الزيتون أكيد حارق أكثر من زيت الخروع. ممكن نستخدم الفازلين، وحاولوا كتير الفازلين مختلف عليه، حاولوا كتير ما يدخل أو تجنب ملامسة كرة العين داخل العين. هون
هذا الفيديو اللي حبيت أنا هيك أدمج أنه أمتى أو كيف بالوقاية. طبعا ممكن نستخدم فيتامين إي الزيت، طبعا زيت الكاستر أويل الخروع، زيت الخروع، زيت الأرغان، طبعا زيت الأرغان قلنا فيتامين إي منه أشكال كتيرة بس هذا يفضل استخدام للشعر أكثر. هذا نفس الشيء ممكن تأخذ منه ملعقة زيت جنين القمح ويت جيرم أويل، ممكن تأخذ منه ملعقة كل يوم يتتناوله يعني، أو ممكن يطبق على الشعر والبشرة طبعا واللحية. هلأ اللحية رح أحكي عنها، طبعا ممكن نستخدم كل هذه الأشياء بالنسبة للحية. إذا هون كانت المقارنة بين نستخدم قطرة اللاتس، هاد موجودة على القناة الأولى، أو استخدام الترافاتان مع أو ترافاتان أو اللوميغان طبعا، وكيف الطريقة اللي أنا بستخدم فيها هذه المادة، شو بستخدم أنا أطراد حولها، وبين استخدام هذه الأشياء الطبيعية. امتى لما بتجي لعندي على عيادي كنصيحة رح انصحك هيك، مش رح اقول لك حطي زيت خروع، حطي زيت لوز، حطي فيتامين اي، اوكي، بس انا بستخدمهم. ومو اذا قلتي لي اي بقول لك اوكي، بس مش رح تكون العلاج الاساسي. هاد كان الفيديو، ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، انزلوا اعملوا بليز اشتراك بقناتي.